الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمها ويرحم جميع المؤمنين. هذا حال الدنيا كنا لها، الحياة يعني كتكتب علينا وكنصدقوها، لأن الحقيقة هي هذه، هي أن كل واحد كيتسنى هذا النهار كبير أو صغير أو يعني كيف ما كان نوعه. هذه يعني ربي كيعطي ربي كياخذ، فالله يصبر وليداتها ويصبر عائلتها. حقيقة افتقدنا فنانة كبيرة هي والزوج ديالها سعد الله يرحمه، كانوا من الفنانين اللي كيعطيو لهذا الميدان المسرحي والتلفزيوني والسينمائي، وكان عندهم جمهور كبير، وكنتمنى هذا الجمهور يترحم عليهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا لك يا أختي. وعزائنا لوليداتها كاملين. صدمه ما كيقولش ما يمكنش ما نصدمش، واخا كنا عارفين انها تقريبا الوفاه يومين من بعد، وياها الانسان دائما كيبقى متشبث بالامان. الله يحفظها. لا وانا مع التواصل مع السبيطار مع فاطمه خير وسميع القريو اللي كانوا معها دائما. الفنانه الله يرحمها. الله يرحمها. تسرى طيبه وتبغي الخير لكل واحده هي ولا الزوج ديالها. مرحومه كانت مرا. وكنا تتلاقاو في المناسبات. المرا اللي خدمت. ومع الطيب الصديق. في بدايه التلفازه عليها. مرحمات. كانت وفيه. والاخ الصديق كنا تتلاقاو في ورزات بزاف. احسن سفير المرا. واخر لقاء معها. شاركت في العالم كامل خلال. عيطوا لواحد الفيلم. في مجموعة ديال المسرحيات الألمانيين عملت دور ديال فحسكية وطن ديال أمريكا ديال توفيا، ولكن في الأول تفاجأت بحالنا بحال الإنسان عنده واحد الطاقة شعر أنهم بعد الموت ديال الزوج ديالها سبحان الله هو توفى وهي بدا نفس المرض اللي صابر بمعنى السرطان، وتتقول لي راه مدة سنتين تفوا عند الوليد وكتخرج وفرحانة وفرحانة بحالها راجلها هو كذلك وزوجها الله يرحمهم جميعا الحمد لله وصلح وليداتهم ارتاحت ورحم جميع المسلمين ومشات في سلام الله يرحمها. والاخ الكلام جمعتك معها اعمال اخي الكلام خاصة بعد ما ادات الرسالة ديالها وليداتها كبروا بنتها وولدها والجمهور ديالها هو اليوم كيدعي لها من خلالكم، يعني مفتخر بهذا الحضور ديالكم المكثف ما شاء الله في حضور فنانة بحال سعد الله عزيز وخديجة اسد الله يحفظهم. شوف هو كان انتظار بصراحة، انا كنت على اتصال كنت عارفها في المستشفى وغابت هذه واحد يومين ثلاث ايام مابقاش كتعقل حتى شي واحد اللي كيدخل عندها، فكنا منتظرينها. ولكن كيف ما كيقول الحال لما كيجي في هذيك اللحظه كيكون الانسان كيتصدم، لانه كيسمع بزاف الحالات اللي وصلوا للانعاش وصلوا للغيبوبه مع ذلك رجعوا، ولكن الحمد لله على كل حال الحمد لله الله يحفظكم. الله يعطيك الخير. شي كلمه بحق المرحومه السي راشد. الله يرحمها ويجعل منها الجنه ان شاء الله. والفنانه كبيره قدمت بزاف في الفن المغربي، ونتمناو ان شاء الله اننا اكثر حاجه ممكن نديرها هي نتبداو معها الجنه ان شاء الله. الله يحفظكم. سيد رشيد انت عيان وجيتي مجموعه الفنانين ما جاوش شنو باش تقول على القضيه؟ اللي ما بغاش يجي الله يبرص، وانا كاين الناس اللي عندهم عذر الله اعلم، كاين عندك خدام ما غادي عندهم حتى واحد. المهم حنا الواجب درناه ونتمناو ان شاء الله الله يتقبل. شكرا لكم. تصدمنا المغاربه كلهم تصدموا، لان البارح مع 11 ونص ديال الليل كيت توفات الالمانيه، وصلني اخبار مع فاطمه خير كانت هي وسامية قريو حياه جبران، لانه عانات وكانت في المستشفى. انا كنت كنظن انها غتوفى في المستشفى، لانه قبل العصر دويت معهم قالوا لي حالتها في غيبوبه، ونتمنوا لها الرحمه. فافضل حاجه داروا هي داوها مع العصر البيت ديالها، وتوفات حدا الابن ديالها 10 دقائق وصلت البنت ديالها مسكينه، تاخرت الطياره ولكن حضرت هذيك السكرات من بعد. انا لله وانا اليه راجعون. شكرا على حضوركم. كنتكلم على اللحظات الاخيره ديالها. المغاربه كلهم يدعوا معاها. الله يحفظك.